يعطيكم العافية. راح نبلش شرح حل أسئلة لموضوع الـ Groundwater Treatment. هون بيقول لي which of the following statement is not true about contaminant transport in groundwater. بيقول لي هون gradually increasing pore water velocity will enhance contaminant transport. هاي الجملة صحيحة مش خطأ. هاي غلط. هاي مش هاي الجواب اللي بدي أحطه. بالعكس صحيح 100% true. velocity بتحسن contaminant transport. أنا إذا زدت السرعة أكيد يزيد الترانسبورت. contaminant transport in groundwater depends in advection, dispersion, sorption, transformation. برضو صحيحة ملوث بالتقل بالadvection, dispersion, sorption, transformation. once the contaminant transport in groundwater is 3D, it can be analyzed using 1D. قلنا هي 3D بس إحنا بنأخذ longitudinal, نأخذ 1D. desorption usually enhance the transport of contaminant. غلط. enhance يحسن. desorption ما بتحسن. desorption بتعيق الملوث. dispersion may accelerate the movement of contaminant. وهي جواب صح. إذن هذا الجواب اللي أنا بدي أحله. هذا الجواب اللي بدي أحطه بالامتحان. إنه desorption ما بيحسن. كاتب لك إنه بيحسن. تمام. اللي بعده. Suppose that a contaminant A has been released from an industrial facility for a long time, causing contaminant of groundwater, moving at Darcy velocity of 0.8 m³/s. Darcy velocity يعني V 0.8. Now, then an aquifer N 0.4 ρ 1.5. ننتبه للوحدات إحنا. KD 22.7. Toward a public drinking water well located 2 km away. Distance 2 km. Assuming that contaminant transport is affected by advection, absorption only. بس عندي advection, absorption. ما في dispersion. How long it will take for the contaminant appear in drinking water. الزمن لحتى ينتقل monitoring well drinking well. هذا اللي بده اياه. طيب اول شيء تطلع الار. ليش حكي لي في sorption؟ حكي لي في sorption بدي اطلع velocity يعني تايم المعاق. المعاق يعني اللي انعقد حركته. بطلع الار. الار بيساوي 1 زائد رو كي دي 0.4. طلعته ايش؟ طلع معي 1.14. وطبعا يعني خذها قاعده الار 1.1 2 3 4 مش يطلع معك 100، راح يطلع معك 0.1. لا، في فتحة بتساوي في فتحة ايش بتساوي؟ بتساوي 0.8 على 0.4. شو ال 0.4 اللي هي البوروسيتي؟ بوجد على البوروسيتي بستعمل في فتحة. كم بتطلع؟ 2 متر لكل دي. بالتالي انا مسافة بتساوي السرعة في الزمن. المسافة 2000، الزمن بدي اياه. السرعة كم؟ طلعت 2. هيها السرعة. الزمن طلعته 1000 يوم. هسه ال R بيساوي التايم للريتارديشن على التايم الأصلي. هنا التايم الأصلي 1000، التايم للريتارديشن 1141 يوم، معناته 3.12 بدي اياه بالسنوات. طيب رح تسألني طب انت ليش ما حطيت هنا في ستار؟ غلط. ما بدي في ستار. ليش ما بدي في ستار؟ يلا تعال احكي لي. بقول لك لأنه انا بدي اطبق قانون ال R تساوي retardation على not retardation. صح؟ أنا لما أحط في فتحة زي كأني حطيت زمن بدون retardation، أحطه بالمقام فهو الزمن اللي طلعته بدون retardation، زمن مع retardation هو بده إياه. تمام. اللي بعده. Which of the following statement is it true about retardation coefficient equation؟ قال لي الـ R بتساوي 1 زائد رو في كيدي يعني. هي الجملة الصحيحة. This relation splits the equilibrium partitioning between liquid and solid phase. هاي الجملة صحيحة. هاي الجملة تربط بين liquid و solid phase. ليش؟ لأنه أعطاني الكي دي. علاقة بالكي دي. Partitioning soil. هذا سؤال على chapter. خلينا نكمل. This relation expresses the effect of advection, dispersion, adsorption. غلط. المعادلة بس للsorption لحالها. This equation applies only for linear isotherm. غلط. احنا ممكن نستعمل linear و non-linear. موضوع السويل. The equation has no limitation. لا limitation. الـ R لازم أكبر من واحد. بس
R لازم أكبر من واحد أو أكبر من زيرو. زيرو value R value indicate if there was the retardation or enhance. لا advection advection قصدي الريتارديشن هي إعاقة للملوث. لما الـ R تكون أقل من واحد فهذا بطل في إعاقة للملوث، بطل في إعاقة للملوث. فشو معناها؟ معناها أنه غلط. فهي الجملة غلط، هي لازم لازم يكون أكبر من واحد فقط. قال لازم تكون هي أكبر من واحد، يعني هاي الجملة ممكن أعتبرها صحيحة إذا أعطاني هاي الجملة، أما أحط السطر الثاني لا. الجواب هي عبارة عنها. اللي بعده إذا جاء سؤال معادلة جوابه one dimension random motion of substance molecules in water at static is future. ما أنا حكيتها كتبت لحال موضوع retardation. All of the following process may attenuate transport of contaminants in groundwater expect. كلهم بتأخروا ملوث ما عدا absorption بتأخر degradation بتأخر dispersion ما بتأخر، معناته هاي الصح. retardation بتأخر transformation بتأخر، فهاي الصح. البي دي اف في غلط هون. تمام. اللي هون monitoring groundwater wells confined aquifer، قال لي الاريا له 8 having a difference in water level 2.5 dh 2.5 area 8 الهيدروليك كونتاكتيفيتي يعني كي 22 تشارج از كيو 45 قال لي ignoring the porosity effect، يعني ما عندي effect. قولهم what it take for moving from one from well 1 to well 2. تمام، أعطانا هاي المعطيات، بده الزمن. طيب أنا أضطر أن أطلع الفلوسيتي. الفلوسيتي بتساوي A DH DL. قال لي اتجاهل الآن، لو ما اتجاهلت الآن هاي الفي بدها تساوي الكي كم؟ 22 DH 2.5 DL. كم المسافة بينهم؟ ما بعرف كم المسافة، ما بعرف كم المسافة، خلي الآن مجهولة. الفلوسيتي كيف تجيبها؟ أعطني كيو A. الفلوسيتي بتساوي كيو على أريا. كونوا دائما دقيقين وواعيين. 45 على 8 بتطلع معي الال، هاي الديستنس. هو بده ايش؟ بده تايم كانه هو بده تايم. فطلع دي ال، دي ال بتطلع معي 9.77 خلص تايم بتساوي 9.77 فيلوسيتي. الفيلوسيتي كيو على اريا اللي هو 45.8 اللي هي 5 وهاي بيطلع معي 1.74 دي قدامكم. softening process مش الجراوند ووتر والبويلنج هاي. طيب ها which of the following statement is not true about contaminant in transport؟ اللي شو الجملة اللي مش صحيحة للكونتمنت؟ طيب eviction, dispersion, retardation and transformation important concentration in transport process. صحيح هم لازم استعملهم. Diffusion of contaminant molecules in groundwater is happened due to the random motion. Diffusion and random motion. Movement contaminants molecules with bulk motion of water is known advection. والله movement is advection. For contaminant transport in groundwater, mechanical dispersion is more than diffusion. هاي كتبتها ملاحظة مهمة. الأخيرة هي الخطأ. اللي هي advection, dispersion, retardation may enhance. هم بيحسنوا؟ لا، retardation ما بتحسن. Spread of contaminant groundwater. An element moving into this aquifer having hydraulic gradient 0.004 يعني DH DL أعطاني 0.004 لل conductivity اللي هي K 500 اللي expects the element to have traveled down during 1 year period. زمن اللي أعطاني هون 1 year الزمن الأصلي، الزمن مع الريترديشن ومع كل شيء. فالتي ريترديشن تساوي 1 year. هون إيش بده؟ إيش بده؟ بده أحسب المسافة اللي مشاها يو سبيكس، المسافة اللي مشاها. فإيش أنا بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ طلع الفي فتحة، أعطاني الـ R 2.5 الـ N 0.3. ليش أعطاني الـ N؟
انا اطلع التايم without retardation، تمام، او مشان اطلع مشان اطلع التايم without retardation، اطلع ال في فتحة، اطلع ال في فتحة، شو بتساوي؟ 2 على ان دي اتش على دي ال، هذا اعطاني اياه 0.004، الكي كم اعطاني اياها؟ 500، الان اعطاني اياها 0.3، يطلع معي 0.667، هاي الفيلوسيتي. اعطاني الار 2.5، تايم للريتارديشن التايم الاصلي 1 يير، والمقام تي تي بيطلع معي 0.4، لما طلع معي 0.4 شو بعمل انا؟ هذا التايم without retardation بدل اضربه 0.4 يساوي المسافة، المسافة المسافة على السرعة، كم المسافة هو بده distance، ايش بدي؟ السرعة، السرعة without retardation يعني ال pure velocity اللي هي 0.667، ما ننساش التحويل من كيلو متر ومتر وهيك، تطلع معي 0.667.4 365 للتحويل لأيام يعني باليوم، وهم يعطيني 1 يير، بيطلع عندي 97.3 متر. Suppose the contaminant A has been released from an interstellar velocity for long time، قال لي long time causing contaminant of groundwater C له 3000 K له كذا، أنا هذا ايش reaction rate constant، بستعمل المعادلة الأخيرة flowing at velocity 1.2 متر right، كذا كذا، assuming the contaminant transport with advection, dispersion, sorption, reaction. Reaction اللي هي الكيميكال ترانسفورميشن. فهون قال لي عندي أربع حالات، فإيش بطبق؟ بطبق معادلة الأربع حالات for very long time. فإيش بطبق؟ بطبق المعادلة هذه. C على C نوت بتساوي الإكسبوننشال كذا كذا كذا. بطبقها تطبيق مباشر بطلع معي 205. عندي هنا سؤال بالسلايدات. So a cylinder column filled with sand and saturated with water is receiving a continuous inflow daily نص متر كل day with concentration 600. What would be the chloride concentration at x تساوي 40 after 12 hour? Then the hydraulic dispersion coefficient كذا. Assuming the chloride is moving without retardation or transformation. طبق المعادلة الثانية. معادلة الترانسفورميشن على حالها بدون R. طبق بطلع معي 10. طبق مباشر. ERFC. ERFC 1.5 رحت على جدول طلعته. معي 0.033. عند السؤال الأخير، السؤال الأخير ground water are located 300 meter apart within the same aquifer well 1 the water level 110 well 2 122. يعني عندي بيرين 1 H1 110 H2 122. ال K ال TH قصدي ال TH capital 0.6 لا الكي الكي ها متر على دي اللي هو الكي الكي 0.6 متر على دي اللي هي البروزيتي 0.4 رو 2.2 should be the value of the retardation coefficient بقول R بقول لك لا chemical takes 42 as an actual time to travel between two wells اللي بده 42 سنة ينتقل من بير لبير بالتالي 42 سنة هاي التايم with retardation فأنا هستطلع التايم without retardation كيف تطلعه؟ تقول له V فتحة طلع ال V يعطيني مسافة طلع بطلع بطلع يعطيني مسافة تمام time يعطيني مسافة ولا لا يعطيني مسافة أصلا بده time يعني ما في داعي على المسافة should be the value of retardation coefficient نشوف المركبة دقيقة V فتحة خلاص بكتبه هم V فتحة بتساوي K في DH على DL على الآن قام أن في فتحة معي 0.06 فالتايم بيعطيني 300 قال المسافة 300 بيعطيني مسافة 300 بطبق المسافة بيطلع معي 5000 يوم فبالتالي الار بيعطيني 42 سنة 365 للتحويل 5000 بيطلع معي 3 بيطلع معي retardation coefficient 3 لو طلب كيدي سؤال ثاني طلب مني كيدي بقول له ار بتساوي 1 زائد رو كيدي على ان بطبق معي بيساوي كذا خلص الشابتر الموضوع على جراند ووتر تريتمنت من شاسس ناخذه فاينل ان شاء الله الجراند ووتر انتهى كثير سهل تطبيق مباشر في اي تريك اهم شيء ركزوا على الريترتيشن لكم الف